بشارككم مره تانية، وزي ما بقول دايما انه من حقنا نبقى فرحانين، من حقنا نبقى مبسوطين باداء فريقنا امبارح الحقيقه وبالنتيجه كمان. بس لسه المباريات في الملعب، ولسه ما خدناش دوري ابطال افريقيا، وباذن الله اتسع من نصيبنا قريب قوي. الحقيقه ضيفي اللي منورني في الاستوديو دلوقتي هو، يعني انا مش ببقى مبسوطه بس وانا بتكلم معاه علشان هو واحد من نجوم النادي الاهلي، ولكن كمان يعني الشخص ده بالتحديد لما بيتكلم دايما عن حبه للنادي الاهلي وانتمائه بيبان في عينيه قبل ما بيبان في كلامه. الحقيقه دايما كابتن عمرو الحديدي بيضرب مثل الحقيقه ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي، وقد ايه الانتماء ده حاجه كبيره قوي. منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره، ميرسي على المقدمه الجميله دي، ربنا يكرمك. يا كابتن يعني الاول عايزه ابارك لحضرتك على بطوله الجمهوريه للشركات في الكره الخماسيه. هو طبعا دي كانت يعتبر اول مره تحصل في تاريخ مصلحه الضرائب المصريه ان احنا نحصل على بطوله الجمهوريه للشركات في الكره الخماسيه فوق ال 55 سنه، وانا اعتبر المدير الفني والتنفيذي للجنه الرياضيه. طبعا ببارك للمصلحه وقيادات المصلحه واللعيبه وكل اللي موجودين، ان ده تتويج زي ما بنقولوا احنا بنلعب رياضه كمان مع اشغالنا، يعني بنفكر في ان احنا جهه اراديه تخص الدوله، وفي نفس الوقت الحته الترفيهيه الخاصه بينا هي الحته الرياضيه. الحمد لله ان احنا حققنا حاجه زي دي.